البنات نوضي، انا دابا تكيت تتعيط ليا متكيه شي 10 دقائق دابا باش طلع حتى تعيط ليا. انا داك تقول لي ماما واش ما حسيتي حتى شي حاجه؟ قلت لها ما حسيت. مالك؟ نادات تقول لي انا دابا معاكينه لتحت في الريتشوسي، كتقول لي كنحس بشي حاجه كتزعزع. انت كتحسي بيها؟ انا ما حسيت والو. لبسي شي حاجه، لبسي شي حاجه ونهبطوا لتحت. يلا نديو مانطا لتحت ونهبطوا لتحت، نتكاو باش الا كان شي حاجه الله يستر ولا شنو، نحلوا الباب بالزربه ونخرجوا. كنت جالسه قدام الدار دوشت بدلت ولقيت ولقيت الجيران خارجين قدام الدار دايرين الكراسه وجالسين، وقالوا لي صباح بقاي جالسه. قلت لهم لا راه البرد خصني ندخل نتكى حتى الا حسيت بشي حاجه ولا شنو غادي نعاود نخرج. دابا غادي نلبس السيرفيطه ديالي الفوقانيه. الا مالك ما عندك سيري غنجيب لك قبيه. خوات برا انا هبطت غير لهنا لتحت ما غنخرج لا من ما عرفتش واش الغوات لتحت والله العظيم ما عرفتش الغوات برا. المهم انا هبطت غير وساده وسميتو نهبطو مانطا وغنفرش البنات غير هنايا حدا الباب باش تي الا كانت شي حاجه انا وبناتي نصيبو الباب هنايا، نصيبو الباب قريب لينا باش نخرجو نهربو. هبط المانطا يلا يلا هاكاك حطي هنايا حيت السناري. قول لختك تنعسي حدايا هنايا، شو نورها لبس التريكو ديالي. قول لختك تهبط شي قبية ولا شي حاجة. انا حداك ابنتي ما نخليكش، انا حداك انت كاوا هنايا ختي صاحبتك. نادا صحاباتها بداو كيصيفطو ليها بحال حسيت بشي حاجة. دابا حتى انا بداو شي صيفطوا لها صحاباتها قالوا لها حسينا ب عاوتاني شي هزه ارضيه وليني خفيفه. البنات شوفوا راه خفيفه راه ماشي شي حاجه الله يستر. نخرجوا نشوفوا الجيران ونشوفوا عاد نرجعوا. انا راه وفر الله يلا بغطيني والله الا الناس مخلوعين بزاف. لا الله بزاف ليها مازال هنا شوي. شو الناس فين يفرش المساكن وما ورا ما خاصش يكون الناس تحت الشجار والبطويات ديال الضو شي بحال البارح حنا فين نعسنا حاليمه. البارح ديك البلاصه راه امنه ما كاين حتى شي حاجه. فطوم اللي تكون في حجر من حداها لا تتزعزع وتطوم بعد ما ديتهم. حنايا غادي نعسو غير لتحت عند الباب الله يستر الا جات شي حاجه واعره بحال البارح. حنا عرفتي شنو درنا البارح؟ الباب محلول حتى الخمسة الصباح ما كاين اللي وصلنا. ماما تبقاي مخلوعه ان دارك طيح ولا الله يستر الله يحفظ وصافي. ندوزو من هنايا نورها البنيتي مسكينه مخيمه في الجهه ونادا مخيمه في الجهه الاخرى. تغطي تغطي هنا نورها مسير جيبي ليزار وتغطي. شنو ندير؟ واه وشوف هنايا فرجت هنايا مينطا قريبه للباب وسميتو صنيدلاتنا فين محطوطين البيزاره. صافي غادي نتكاو دابا الله يحضر السلام وصافي. بنات الحمد لله اللهم لك الحمد. المهم نعسنا وفقنا بخير وعلى خير كيف ما شفتوا البارح.
انا عزت حدا الباب كنت قلت لا كانت شي حاجه ولا شنو غادي نصيبوا الباب قريب لينا، مي الحمد لله اللهم لك الحمد نعسنا بخير وعلى خير. واخا الصباح صبحت نادا نورها ندارهم ظهرهم بداك الدار نادا عرفتي بات دايرها غير باش تحيد لوسيد ما حيداتهمش، باتت مكمكره بحال ما كصبح ظهرها ضاره نورها حتى هي كذلك. انا فرشت في الارض وما يبغاو ينعسوا فوق البول صبحوا دارهم ظهرهم بزاف صافي ولاو طلعوا. انا ديك النعسه ديال برا الزنقه اللي كنت نعست فيها ضرني الكلاوي بالبروده وضرني عرفتو البروده باز للناس بحق الله العظيم البنات الى باز للناس اللي مساكن في اقليم الحوز في مراكش في تارودانت، لانني عرفتو كل وقيته كندخل كنشوف اخر الاخبار الحمد لله اللهم لك الحمد. المغرب قايم بولادو وبشعبه وبالملك ديالو ماشي بشي حاجه اخرى، فالحمد لله اللهم لك الحمد. قلبي فرح بزاف انني كنشوف باقي الخير باقي ولاد الناس وباقي بنات الناس والحمد لله اللهم لك الحمد. ربي كيزرع الرحمه في قلوب الناس، يعني شفت بزاف ديال المساعدات وشفت الناس كيفاش مساكن مغامرين بروسهم بزاف ديال الحوايج وغادين بالمساعدات والله العظيم لما لقيت جهد كل لقيت جهد انا كنت غادي ندير اللي في جهدي. حيت الانسان كتبان الانسانيه ديالو في هاد الوقيته هادي والله العظيم البنات الا كنتفرج وانا كنبكي كندير راسي وسط ما نمشيو حنا غير بعاد عليهم وفجاتنا فجانا الزلزال ولا حتى البارحه غير هذيك الهزه خفيفه وتخلعنا وخرجنا الزنقه وكيف ما شفتوا ما صورتش معكم البنات حيت دابا حاجه اللي بعيده كنصورها الا كانت شي حاجه قريبه يعني قراب ليا الناس اولا غادي يبانوا ولا شي حاجه ما صورتهمش. عرفتوا تصوروا هاد الجهه كامله هادي فاش خرجت انا وجارتي اللي حدانا الناس اللي حدانا يعني غير في الزنقه حدانا وسميتو كل شي خارجين مفرشين في الزنقه وناعسين ومغطين بالمان حيت بنادم فاش توقع المره الاولى صافي كيولي واحد الخوف. انا اقسم بالله العظيم الا باقا دابا الان ديك التزعزعه في راسي باقا ليا وباقا ديك الخلعه نادى الليل كامل بعدا كي انت تهتر كل مره كتقول لي ماما ماما هداك ردي البال ردي البال كنقول لها نادى نعسي امي ترى ما كاين والو شويه عاوتاني كتقولها بحال ما كان نورها انت هي باقا فيها الخلعه فما بالك بالدراري الصغار. شو انا بنتي نورها عندها 10 سنين ونادى تبارك الله حتى هي كبيره وباقا فيهم الخلعه فما بالك بالوليدات الصغار. عرفتوا تصوروا دوك الوليدات مساكن عامين 3 سنين الخلعه واللي ديورهم تشقوا لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله. في المقابل انني كنشوف تبارك الله ولاد بلادي وبنات بلادي ويعني الله سبحانه وتعالى منزل الرحمه في قلوبهم كيساعدوا خوتهم وكيمشيو للبلايص المضرين وكاينين اللي بانوا لي انايا من برا يعني اصحاب الجاليه والناس ديال الحسيمه ديال طنجة الرموكات وداكشي داخلين. في المقابل كنشوف ان شي وحدين اللي داخلين كيتشمتوا وداخلين كيعيروا وداخلين كيضحكوا. انا غير واحد الوحده وليني تبارك الله عليكم تبارك الله على المتتبعات اللي عطاوها علاش كتقلب جالسه كتضحك، وحده اخرى حطت واحد التعليق اللي كتشمت فيه وكتعير فينا حنايا يعني كمغاربه وكتقول لنا عبر عليكم سيدي ربي ولا هادو الذنوب ولا هادو هكا ولا هادو هكا. فحسبي الله ونعم الوكيل والله العظيم لان هاد الوقت هذا راه ماشي ديال الضحك وهاد الوقت هذا راه ماشي ديال الشماته اللهم لا شماته. راه اليوم عندي وغدا عندك وبنادم خاصو ما يكونش بحال ما هكا ها. واللي قدر يدير شي حاجه ديال الخير يديرها اللي قدر باش يساعد يساعد الناس اللي الاستطاعه ديالهم اللي يعني اللي قدر على ما يدير شي حاجه يديرها لان هادشي اللي دار شي حاجه راه غيديرها الاخره ديالو. اللي ما قدرش فقط بالدعاء فقط وما نوصلوش شي معلومه غلطه نبداو غير هز من هكا وبارطاجي هكا تكون شي معلومه صحيحه مرحبا بارطاجيوها الناس. لا ما كانش نقولوا غير الدعاء غير الدعوه مع خوتنا المسلمين راه حنا كاملين كنبقاو مسلمين فلا داعي للشماته. والناس اللي جالسين يعني كيعيروا انني دخلت الانستغرام وشفت وتبارك الله على الرجاله اللي محترمين وعلى العيالات اللي عارفين اشني هو الدين ديال الاسلام واشني هو الدين ديال ديالنا حنايا اللي كيقول ان الانسان ما خصوش يشمت في خوه المسلم وما كاينش شي حد كي
ياخذ ذنوب ولا حق الزلزال جا في مراكش وجا في اكادير وجا لحقاش كاينه هذه الحاجه ولا كاينه هذه الحاجه، هذا كامل كيكون امر باذن الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى اللي كتحدث اي حاجه بالامر ديالو، والله سبحانه وتعالى كل حاجه كتكون بالحكمه ديالو، فلا داعي نبقاو بحال ما هكا. والله العظيم انا دخلت الانستغرام ولقيت واحد الوحده مصيفطه ليا المعيور كتعيري وها انت دابا وبتي في الزنقه وها انت هكا، وعطيتها علاش كتقلب، ولكن ماشي قلت لها شي كلمه ديال العيب ولا شي حاجه، حيت جاتني انني ما مسالياش. انسان كيكون عنده العقل، كيكون عنده العقل باش يفكر به ماشي باش يتعاير به. ولا ما عرفش انا وحق الله العظيم اللي كنشوف بحال هاد المواقف هادو، كنشوف الانسان كيبكي على خوه المسلم، كنشوف ان في بلايص بعادين، يعني ماشي حتى في المغرب الناس دايرين دقيقة صمت يترحموا على الشهداء، دايرين يعني كاينين شي مطربين سميتو اللي حبسوا الحفلات ديالهم، كاين بزاف ديال الحوايج. علاش؟ لان فيهم واحد الذره ديال الانسانيه، وفي واخا ما يكونوش كاع مسلمين، واخا ما كاينين ما مسلمينش، ولكن كتكون ذره ديال الانسانيه. وبالمقابل كنشوف شي وحدين اللي كيدعيو بانهم ما عرفش هما اللي كينشروا الاسلام وهما اللي كينشروا شنو، كيبداو يعايروا وبداو يتشمتوا في عباد الله وبداو فحسبي الله ونعم الوكيل. والله العظيم اللي قدر ما يعاون يعاون، اللي ما قدرش فقط يسكت ويدعى مع خوتنا الشهداء الله يرحمهم يا رب العالمين، والناس اللي باقين كيقلبوا على الاهل ديالهم الله يوقف معاهم والله يكون معاهم. عرفتي شنو هي الصعيبه باش الانسان، كاينين دراري صغار عباد الله اللي ماتوا ليهم باباتهم ماتوا ليهم مواتهم، فكيف يعقل اننا نقول لهم غزفكم الله حين تحكا كاين تما الفجر وكاين الفسق وكاين، راه لا يعقل اننا نقولوا هذه الهضره. الله يرحم لكم الوالدين البنات، وبحال هذا الشيء ما يبقاش يتبارطاجا، اللي قال شي حاجه خايبه خليهم ما تسوقوش ليهم، ما تبقاش تبارطاجا باش ما تبقاش تعمر العقول ديال بنادم. هاد الوقيته هادي حنايا في وقت ديال الدعاء، اننا ندعوا مع خوتنا الله يكون معاهم يا ربي، والله يسهل لهم امورهم، والناس اللي غادي لهم بمساعدات الله يوصلهم على خير، واللي ما لقى ما يدير فقط يكون واحد الدعاء ونصلي ونترحموا عليهم، يا ربي يرحمهم ويا ربي يكون معاهم ويا ربي يفرج عليهم. راه صعيبه ان الانسان ينعس يفيق ما يلقى لا عائلته لا خوته لا وليداته لا حتى شي حاجه، لا دار ولا عرفتي شنو هي، ما تكونش عندك اشنو هي بالليله وضحاها، ما تبقى عندك لا دار لا عائله لا حتى شي حاجه، صعيبه بزاف. وحق الله العظيم البنات الا صعيبه بزاف. والله يرحم لكم الوالدين، وحيت الطالب اللي غنطلبوا بحال هاد الشيء اللي تيبقاو يبقاو يعايروا فينا ولا شي حاجه، ما تبقاوش تبارطاجيو. حنايا كمسلمين فكنبغيو الخير للجميع، وكنقولوا ان هذا امر ديال الله سبحانه وتعالى، فلا داعي اننا نعمروا راسنا بشي حاجه اللي ما غادي تفيدنا حتى شي حاجه. والناس اللي دخلوا وكيشمتوا ودخلوا كيضحكوا فحسبي الله ونعم الوكيل وصافي. هذا هو اللي نقول، لان الدين دين ديال التسامح، والدين دين يسر وليس دين عسر. والله سبحانه وتعالى ما امرناش اننا نضحكوا على خوتنا ولا ناديوهم بشي حاجه ولا عرفتي، لو كان الانسان يكون عارف شنو هو المعنى الصحيح ديال الدين وديال الاسلام وديال حق الله العظيم، كل واحد شاد تقارو فيه، ولكن كل واحد تيحسب ليه راسو ما عرفتش شنو انه فوق الناس وانه عارف عليهم بزاف الحوايج. اللي قدر ما يدير شي حاجه ديال الخير يديرها، واللي ما قدرش فيشد تقارو فيه ويسكت واحد شويه. وهذا هو مكان، وجزاكم الله خيرا كاع الناس اللي لقيتهم دخلوا وتدافعوا على خوتنا اللي وقع ليهم هذا الشيء، وكاع الناس اللي دار شي خير ودار شي مساعده، فالله يرحم ليهم الوالدين يا رب العالمين، والله يرحم الموتى والله يرحم الشهداء، والله يكون مع الناس اللي باقين تقلبوا على عائلاتهم واللي باقين محبوسين تحت الانقاض، الله يكون معهم يا رب العالمين. تهلاو ليا فراسكم.